Assalamu alaikum. A new lesson, simple past and past continuous. You all know the difference between simple and continuous. عرفنا انه simple من معنى انه بسيط، فالفعل بيكون مثل ما هو، ما بنحط له اي اضافات، اي زيادات، اي helping verb، اي auxiliary، اي اشي، بضل الفعل مثل ما هو. بالمضارع كنا نحط S أو ES لما يكون الفاعل مفرد. بالماضي أكيد تعرفوا، إذا بدنا نحكي إنه مثلا أحمد شرب مي، ما بنحكي أحمد drinks، بنحكي أحمد drank. Why؟ لأنه الفعل بدنا نغيره للفعل الماضي، التصريف الثاني. تمام؟ هلا هاي هي باختصار الـ simple past اللي احنا رح نحكي عنه، بس بدنا نفرق بين الـ simple past والـ past continuous. حكينا عن الـ continuous انه هاي simple past، اوكي؟ بس خليني اختار القلم، اوكي. This is simple past. We add ed to the verb. إذا هو regular يعني بدنا نحط له ed، زي watch بتصير watched، زي play بتصير played. Okay, past continuous. مجرد ما حطينا يا سابع continuous معناها في ing، وما دام في ing لازم يكون في معها helping verb. حكيت لكم هال helping verb رح يضل ملزق بال ing، حطينا ing بدنا helping verb. Okay، طيب شو ال helping verb للماضي؟ was or were. بدنا نختار was or were. كيف بدنا نختار was or were؟ رح نيجي للتفاصيل إن شاء الله. Okay, so I think it's clear from the first beginning. Let's continue. We have this picture, which depicts the rule. Anna, a girl, she is sitting on a sofa and she is watching TV. If I want to describe her right now. إذا بدي أوصفها الآن هي عم بتتفرج على التلفزيون. بس هو بدي يحكي لنا إنه هي كانت بتتفرج على التلفزيون لما هي نادتها أو لما أمها نادتها. أوكي؟ هي كانت بتتفرج. شفتوا أنا إيش حكيت؟ هي كانت بتتفرج. إذا كان ومع فعل، مجرد ما حكيت كان وفعل، فهون بدنا نحط was أو were والفعل ing. إذا هاي القسم هذا ترجمته كان، وبنكمل كانت بتتفرج عندما أمها مثلا أو هي نادتها. Okay, so this is simple past. Simple يا سابع، هذا بسيط، ما فيه ing، ما فيه was where، ما بنحط was called، ما بنحط where called. وهذا continuous was aware with ing. Okay, now we have two sentences. I will test you. And I need you to distinguish in meaning between these two sentences. We have the first sentence. I was watching TV when my dad came. And I watched TV yesterday. What is the difference in meaning? إيش الفرق بالمعنى؟ تمام. We have two choices. The first one. إنه أنا شاهدت التلفاز في الماضي. شاهدت التلفاز وانتهيت. وعنا كان يشاهد أو أنا كنت أشاهد التلفاز لمدة معينة في الماضي وانتهيت عند حدوث عند دخول حدث آخر. إذا هل تم مشاهدة التلفاز في الماضي وانتهت؟ ولا قعدت فترة وأنا بشاهد التلفاز لما صار إشي ثاني؟ تعالوا نشوف. الأولى I was watching TV when my dad came. إيش معناها؟ شاهدت التلفاز وخلصت، ولا جلست فترة عم بشاهد التلفاز لمدة معينة، ممكن ساعة ممكن أقل، لما إجا حدث ثاني؟ شو رأيكم؟ أوكي، هلأ هاي I watched TV yesterday إنه أنا تفرجت على التلفزيون مبارح وخلصت. إذا حدث صار وانتهى، هذا simple، فبحكي لي شاهد التلفاز وانتهى في الماضي. إذا شاهد التلفاز وانتهى في الماضي. طيب الثانية، أوكي، كان يشاهد التلفاز لمدة معينة. إذا هاي I was watching TV لمدة معينة، تمت المشاهدة واستمرت عندما صار في حدث ثاني. طبعا حدث الثاني صار وخلص، كين، شو بصير معناها؟ أنا كنت أشاهد التلفاز عندما جاء أبي، وهون أنا شاهدت التلفاز البارحة. تمام. أوكي، another explanation of the past continuous tense.
راح نحكي عنه هون عشان نبين الموضوع بشكل أفضل. Look, there's a girl. بدنا نحكي عن المخطط الزمني. هلا اسمها سو. سو started swimming at 9 a.m. She started swimming. يعني بدي أحكي إنه هي بلشت، بدأت. شوفوا we added ed to the verb. هي بلشت تسبح الساعة 9. حلو. هلا هي عم تسبح الآن. She's swimming. إذا هون في استمرارية، في إشي continuous. So in between يعني بالوسط. So was swimming. She was swimming. She was swimming. So finished. خلصت الساعة 10:30. إذا من الساعة 9 from 9 to 10:30 she was swimming. هي كانت تسبح. Okay? It isn't the past. كلهم هذا الحكي وكله عم بيصير بالماضي. لكن في إشي صار بلش وبعدين في إشي استمر. Okay? طيب. Let's continue. So simple past نبلش فيه لأنه simple. When we talk about an action happened and finished in the past. إشي صار بالماضي السابع وانتهى. إذا صار وانتهى بنسميه simple past. خلينا ناخذ بعض الأمثلة. Affirmative. You prayed in the mosque yesterday. أنت صليت في المسجد مبارح. فprayed ed. You prayed ed because it happened and finished. وعندنا clue هون إنه yesterday. تمام؟ You didn't pray in the mosque. إذا بدي أنفي بنفي بدidn't. مش حكينا المضارع البسيط بنفي بدونت ودزنت. الماضي البسيط بنفي بدidn't. والفعل بعده بنرجعه لأصله. Pray. للمجرد. So you didn't pray in the mosque yesterday. طيب ال question بنحط did بالأول وبعدين ال subject وبعدين الفعل مثل ما هو المجرد. Did you pray in the mosque? Okay. تعالوا شوف ال keywords إيش هما. عنا إذا شفتوا yesterday، إذا شفتوا last week، last month، last year، إذا شفنا ago، إذا شفنا أي زمن في الماضي. هذا كله بيحكي عن simple past. Okay, now your turn. But before changing this sentence into simple past, I need you to keep in mind this information. بيحكينا إنه we add ed if the verb is regular. إذا كان الفعل منتظم مثل شو مثل play, stay, we only add ed. But if it is irregular, we change the verb itself. زي leave مثلا بتصير left, run بتصير ran, feel بتصير felt. So we change a little bit in the word itself. There are some verbs that you have to memorize in order to keep them in your mind. في عنا مجموعة من الكلمات اللي لازم تحفظوهم لحتى تضلكم متذكرين هدول من الأفعال الريجلر. طيب أنا رح أترككم شوي إنه أنتوا تحلوها. بحكي لنا سهر leaves her home. هي بتترك بيتها أو هي رح تترك بيتها. هذا simple present, right? Because we have here es or s للفعل. ضفنا s للفعل. فهذا simple present. تعال نغيره للsimple past. كيف بحكي إنه هي غادرت البيت؟ غادرت. Okay. سهر هاي بالaffirmative. سهر left. ليش left؟ لأنه leave من الأفعال الشاذة. فبتصير left. She left her home yesterday. تمام. هذا الaffirmative. بدي أعطيكم وقت إنه أنتوا تفكروا بالnegative. سهر didn't, yes, didn't leave, برجع الكلمة للأصل, didn't leave her home yesterday. Okay, we need the question now. Did سهر leave her home yesterday? هل سهر غادرت البيت امبارح؟ Okay, so, this is the affirmative form. We only change the verb. If it is regular, we only add ed. If it is irregular, we change the order of the letters, or we may add some letters or omit some letters. So like they need to memorize. To make a negative form, you need to add didn't at the beginning before the verb. So didn't, Sahar didn't. Okay, if you want to make a question, you only add did
to the beginning of the sentence, then we add the subject, then we put the verb as it is, like the stem verb. I think it's very easy. After this video, I needed to write some sentences. I needed to write 5 sentences about simple past. Each sentence try to make it in a negative form and a question form. So please do them at home and send them to me. And I need you to write down the notes that I mentioned in like about the rule. So بدي تكتبوا كل إشي بدي يكون موضوع كله واضح بالنسبة لكم. If you have any question, you can text me. You can message me. The next video, we're gonna talk more about simple past and past continuous in particular. رح نحكي أكثر عن past continuous and how to differentiate between them. So it's very easy. It's exciting to learn more rules and more grammar. And yeah, I'm waiting for your sentences.